سبور زيدا. رجعنا من جديد في سبور ميكس نحكيو على المنتخبات التونسي المقابلة اليوم 8 متاع الليل ضد منتخب جزر القمر في تصفية كأس إفريقيا مع ضيوفنا كريم العواضي، أحمد الصالحي، مختار دبوس وأيضا مروان تاج. مروان، في وسط الأسبوع كنت حكيت على حمزة بن عبدة والمنتخب، البارح في الكونفرنس دو بريس فوزي بنزرتي سألني على حمزة بن عبدة إيش بتمتش دعوته بعد ما أصيب ديلان برون، لتعويض ديلان برون. قال بالإحصائيات الاستاتستيك اللاعب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة مع نادي الفريق، هل مقنع على الإجابة معناها؟ لا، الحقيقة لا، على حسب المباريات اللي قاعد اليوم نحكيه على نادي الفريق يظل في أبار طرح بن قردين مع اليوم، حتى كي يشوف في التابلو نادي الفريق بعد أربع مقابلات ما تسجلوش حتى هدف، واليوم يتحسب بعد دفاع النادي الفريق بن قردين زوز هدف، بن قردين ملكيت زوز هدف، زوز هدف. نحكي لك انا بعد انا حاجه اخرى، يظل لي حمزه بن عبده يظل لي مش باش يكونفيرمي له على ثلاثه جورنيات اليوم، يظل لي الناس كل تعرف حمزه بن عبده السيزون اللي عاديه في الملعب التونسي، ممكن كريم لعب معاه وهو يعرف ككاليتي من الحقيقه يستحق النقطه في خروجه وجهه الحقيقه. انا قلت لك انا هذيك حاجه اخرى، ما تبقى يظل لي مانيش نحكموا على اليوم، تقول لي فوزي البنزرتي حكم على لعبي في ثلاثه مقابلات، انا لا نقول لك يا سي فوزي الملاعب احنا نجور ناخذوه معناتها بالرونتمون تاعو، عنده عام وعام ونص يخدم على روحه وربي يبقى عليه الستر، يظل لي كان يستحق يكون موجود في الليسته نتاع المنتخب. فنيا عنده بلاصه كريم حمزه بن عبد اليوم في المنتخب، خاصه بعد اللي صار نتاع ديلان برون. موجود فنيا عنده الحق نتاع ربي، معناها انت تعرف ماش عندنا لكن سيرتو في البوست هذا معناها وري اكسيال قويش اللي ولات مفقوده معناها مفقوده صحيح. الطفل عنده معناها ورانا في الملعب التونسي كيف قاعد في النادي الافريقي يعمل في ماتشات كبار، مي هذا ما يعنيش اللي اسكو الحاجه اللي يمكن خايبه يا اسلام الزوز اللي محطوطين توا اسكو ينجموا يتبدلوا ولا ما يتبدلوش؟ مرياح والطالب ايش معنى ينجموا يتبدلوا؟ معناها اسكو ينجم بن عبده ولا اغرام ولا اكس ولا جريك ياخذوا مكان مرياح والطالب؟ اي جاوبني ميساج. انا مانيش فاهم. شفت مشاكل في الديفونس تاع المنتخب في الاكس؟ موجود فما مشاكل موجوده، يظهر لك واحد منهم ينجم يتنحى ولا زوج يتنحاو؟ اسكو خلينا نفسر لك زاد الروندمون اللي قاعد يعطي فيه توا مرياح ولا الروندمون اللي قاعد يعطي فيه طالب مش نتاع عامل تالي. وهذا راهو ما جاوناش معناها ديزادفيرسير كاليبر كبير ولا تاكو باش انت الطالب يمكن اللي تحت جامعته لوريون الروندمون طاح شويه، معناها هذا ما يعنيش اللي اسالته مو لازمك تقف مع جوارك. مي انا شنقول يمكن سليم مهمون توا زاد نعطيه فرصه للطفل يلعب شامبيونز ليغ، الطفل مش يلعب برشا، مش معناه مش يلعب برشا، انا لعب ميتو ورير دروا ومشي معاك تفرجت فيه انا الماتش، مي طفل قاعد يترين في نيفو عادي. انت قلت لي ما نلعبش ورير دروا ما يفات انت يا قلت لك اكسيال معناتها لعبت وازاكسيو ما لعبش وازاكسيو، قلت لي نتخاطر عليه ها وسيدي السيد واش بدا وحده وين يفكر لعب ورير دروا والخباثة متاع المدرب الادفرسير اللي هي في الوفنسيف تولي 3-4-3 لا لعب ريد روا اما خنفة سلك مروان ساعات راهو يبدو مدرب اتلانتا جاسبريني هو مازال مدرب الحق خبيث برش. اللعب الكل بناء على الظهير الايمن نتاع اللي هو على غرا اي وخاطر قوه كريم وخاطر قوه هو اتلانتا على الملاعب النيجيري نتاع حلقمانه لاعب نيجيري اش يعمل؟ معناها كان على اللينيا ولا يعمل لاعب نيجيري يدخل اوتوماتيكمون يطلع خاطر اتلانتا تلعب 3-5-2 يطلع على ديك سنتر معناها اللعب الكل تبنات على غرا، انت غرا تشوفه نص ساعه مسكين معناها اللعب الكل عليه وكريم نعرفش في رايي انا ما كانش يستحق ما كانش سيء لدرجه انه يخرج في الميتو معناها ما نعرفش شاطرني راي ولا سيء لا كان نحكي كمجموعه كان كيما اصحابه معناها اذا كمجموعه كان من احسن النجم يكون من افضل معناتها روندمون كمجموعه عمل دو زانترفونسيون باهيين شفتوا مي زاد السفره الاخذاء كان معناها نتصوروا كان جاي كامل ينجم ياخذ حمراء مي هذا مي على غرام
سلمى ما هو الحقيقة باش تعطي فرصة في العمر هذايا ويكور تقول لي أنت مش يلعب الريتم اللي تلعنه بيه غادي راهو سلام والعيشة والقوة متاع الكورة راهي لا مقارنة باللي عدنا هوني فهمت وأنا كما نقفش معه توا وندزه ويلعب وهو في العمر هذايا كم يغلطش توا وقت باش يغلط أما صعيب راهو كريمة تجيت مس لاكس مس وسط الدفاع في وقتها كنت تعمل في تصفية كأس العالم وتصفية كأس أفريقيا سي تري ديفيسيل ويزم يكون عندك أسباب أنت مثلا باش تنحي مرياح ولا طالبي على شنو أنت كأس أفريقيا والكوب دي موند باش ترشح له إيه كريم أقنعني أنت تو مشروع مدرب كبير أنت عندك ما شفناش شغلات كيفية تحب تقول مريقل ما يلعبوا معناتها كومبليمونتير أمورهم باهي ما فماش أخطاء فتال كيفاش تجيبش تمس معناتها لاكس هكاك تو دان كو تقول هاي الفرصه انت الاخطاء تشوفها مكان يتنح معناتها ينتزع ليكيب ناسيونال ما نعطيكش فرصه هكاك نقعد وريتي تحكي عليها انت هاك شفت نحن لا بروف اليوم حتى في الاعلام ما نحكيوش على الجوري ناقشني في الموضوع ما تخشيش بيا انا ما نمشيش نتحاسنوا مثلا في الحكايه هذا اليوم نحن شنو مشكلتنا تو نحكيو على الرومبرسونيت ولينا نسينا التيتولاريات اللي قاعدين واللي هما انا عندي 90% ما يكونوش موجودين هذوك من الكل ريتهم اشكره والبحر مش إيه انت جيب جيتا مريوان نختاروا مصطلحات ما نستعملوش مصطلحات هذه نحكيو تكنيك انت مدرب في جيت مسلاكسك خلي الراجل يجاوب خليني نتكلم خلي يفسر لي انا رايي انا يا ودي خلي اسمعني يا سليم اسمعني انت تحب تقول الكلام تقول نحيو ما تقولش الكلمة الأخرى أنا خيور على منتخب متاعي واللي يرى فيه في غيور تحب تحطمه من غير يا أخوي من غير ما تكون غيور وانت بالطريقة دي تحب تتعاطف معاه ما تقولهم مش عشوائي ما حتى شيء لكن المنتخب اللي جاي عبارة عادي في عام شيء خلنا نحكيو تكنيك أنا منتخب سامحني سلام كي تقولي أنت ما نقولوش أنت عندك العاطفة أنا خلني نتحمل مسؤولية مش العاطفة قلت لك الكلمة ما تقولهاش أما قول لي نحيهم ما تحطمش أي أما الكلمة اختار المصطلحات أنا كجور وكنت المنتخب راهو اللي جيو راهو العباد كيما نقولوا جاي تعدي في جيش راه ما عندناش هذايا لا عاطفه لا شيء انا منتخب ما عطيتنيش اللوحه على روحي لكن العاطفه تحبوا تحطوا على غرف اللاعب اليوم على جواري جينيراسيون صغير اللعاب ايش تحب تقول يا مروان حسب لي شو تحب تقول انا نحكي انا وكريم على اللاكس شو اللاكس قاعدين عاطينه الملعب يا دوما انت تتكلموا مع بعض قاعدين شنو عندك انيستا وكنافارو خليه يكمل كريم فكرته بعد نعطيكم بالواحد حبيت نوضح ساعات الاخطاء راه مش خطر تنجم تعمل خطا وما تقبلش هدف صحيت ساعات الربح يغطي قول صحيت قول ثم اخطاء صار ما نكذبوش على الراجل تتفرج ثم اخطاء صارت من زيد فما حاجه لازم تخليها احمد خويا كي جوير يجيك تخلي عنده النكهه نتاع كي نجي راني نمشي نكو كونسيرني باش ينافس الحافز فما معناها كي تحط انت ثلاثه ولا اربعه كلهم نفس نفس النظره راهو انت تنجم تكور وانت تنجم تكور حتى ريت الزوج اللي يلعبوا راهم يتحسن اما فما الناس معناتها اساسيين بلا نقاش في العالم كامل تقام حتى دوزاكسيو يقعد بالعشر سنين مع بعضهم عليه فما تكامل بينات يصلي علي عليه سامحني هاب نعطيكم انا ديما نقول اكزومبل البرسا راهو هذاك حتى حد اللي يفكوا لي يقعدوا شو العقليه شو العشر سنين نتاعو هذه فما اخي انت ديمبيلي في برسا ببرشلونه اقوى جوار في العالم ديمبيلي في البرسا كان كانوا الناس قداش قاعدين مع بعضهم الفكره اللي تحكي اليوم فما بعد 10 سنين تقعد ديمبيلي ريتو في العمر نتاعو يعدي 10 سنين في البرسا 23 سنين لارت يميل يمال ونحبوا يتلعوا 16 سنة تكيوا ديمبيلي نحاوا لعبوا يميل يمال نحي مريحة بالطالبي وحط على جميع على رأس وريشة مريحة ما خصوش بالطالبي يا عشبكش على رأس على رأس وريشة انت مريحة على رأس وريشة عليش على رأس وريشة علي غراب كونفيرمي عنده كتسير في النادي الرياضي سفيقسي اليوم انت باش تقول خير من المدير الفني نتاع شختار اللي عطاك فيه ديك تبع فيه معناتها اليوم نحكي لك فريق اوروبي يلعب في الشامبيونز ليغ قالت لك الملاعب هذا مجيبوا الشختار تسمع فيا معناتها عنده 3 سنين بناك في ليكيب ناسيونال والمدافعين اللي تحكي عليهم انتوا غلطوا اغلاط واغلاط واغلاط وصلت مروان فكره مروان بالحق راه تو هنا وصلنا خلينا نحكيوا مروان انا لوجيك لا شيء تو انت تحكي على علي غرام وتحبوا تلموا صوره علي غرام انت مخسرت فوز البنزرتي قال لك الروندمون تاعو طاح ولا هذا روندمون بن عبده قال لك الروندمون طاح ولا هذا روندمون فما جمله جوك ما سالتوش على غرام ما فماش تقول لي شختار ولا تقول لي الواحد قال لك جبنا في مستوى يا دي سامحني تو وانت وك الجمعيه الكبيره تكور لها جوج القمر هذه ولا شنو بس حمزه بن عبده ما نجمش يكور الكونتر معناها انا تحكي على الروندمون راه فما جوير لاعب من عناول ولاعب وجوير تو قاعد بناك شنو معناها معناها انا هذا على غرام خفاسلك حاجه راهو لادابتاسيون في اوروبا لازم تاخذ وقت
مش كون فيكون لعلى جاي كان في البوندسليغا ومشى مشى في نيفو خايب يلزم ياخذ وقت باش يتصلح. غادي يا مختار الطفل ثم الباز موجود مي هو اسكو باش يطور نفسه ولا كلامك صحيح. ايمن عبد النور مشى ولعب في الواحد وما كان يعمل فيه غلطات ما يستنى فرصه زكريا ما يتعداش قبل مريح. انا قلت لك انا خاف اسالك معلومه انا شقول ترى وريت الحكايه هذه كي سوال جارديان تلقى عندك جارديان نمر واحد نمر اثنين نمر ثلاثة وفي اللاكس كيف عندك نمر واحد نمر اثنين وثلاثة. مين اش اللي حبيت نقصد هوني يا احمد اللي تخلي المنافسة بين الاربعة ولا بين الخمسة بين المجموعة اللي تبدأ موجود مش انا نبدأ جاي عارف مروان تيتولير ومختار تيتولير كريم لهنا مش فلسفة المدرب تدخل نعرف وفاز البنزرتي الناس الكل عنده 13 14 ملاعب يا مروان تدرب عنده وانت اكيد دربت عنده 14 15 ملاعب يذوكم اللي يخدم بيهم وناجح بها الفلسفة نتاعو. لك الفلسفة راهو في جمعية هي ماذيك في كيما سلام تمشيش مروان تمشيش الفلسفة في جمعية مش كيما فلسفة في منتخب. انت في المنتخب باش تاخذ نخبة باش تاخذ احسن ما عندك امتى معناها ايكس ولا جريك خاطر حاجه اخرى انا عليه حكيتك يا احمد خاطر ماكش تلعب كونتر منافس كبير اي اما كريم راهو فما اونترنور يجي انا نخلي اربعه في اللاكس الجمعه ذي يلعب الاخر الماتش لا لا فما اي اونترنور بربي صالح يسالك سؤال انت بلاص فازي البنزرتي انت شكون تميز علي غرام ولا حمزه بن عبد؟ علي غرام علي خاطر في الكلوب لا لا حمزه بن عبد عمل سيزون اكزومبلير مع ستاد تونيزيان اما في افريكا السؤال مردود وما كانش لا دوبيت سيزون اكسيلون من عاز ما ثم موجود اكسيلون مبالغ هو اللي شد لك هو اللي شد لك مستواه مازال ما وصلش الولايه حاضر فيزيكمون ربي بقى عليه الستر فماش ضربات يلعب بجنبه الليبي تضرب بو عبيد مازال ما الحقيقة ما شدش بلاسه الولايد شد بلايسه وما نبداوش نضربوا في العبد السؤال شارك خاطر اسمه حمزة بن عبد حاول الله توجيه الفرصة يلعب خير من علي غرام ويمشي لجمعيات خير بلاش عاطفة نحكيه الزوج ولاد دقيقتين اللي خذيتهم توب